اخوتي المغاربه اخواتي المغربيات، الله يجازيكم بخير. اذا كان شي واحد عنده اعراض ديال الفيروس ديال كورونا او عنده الفحوصات برهنات باللي انها ايجابيه، خصكم تبقاو في ديوركم حتى تسالي الفتره ديال العلاج اللي ماشي طويله، هي ما بين 7 ايام و10 ايام. اذا كانوا عندكم اعراض وما تيقنتوش في الحاله ديالكم، عيطوا في التليفون، يقدر يجي الطبيب حتى للدار ويفحصكم ويمكن يجيبكم العلاج حتى للدار. الا ما خرجتوش وعندكم الفيروس راه ما غاديش يتعداو الناس، ويمكن نوقفوا الانتشار ديالو ويمكن تعالجوا في اقرب وقت، لان العلاج يخصو يكون في 24 حتى 48 ساعه. ما تسكتوش على الحاله اللي نتوما فيها، لان العلاج يمكن يعتقكم او يعتق الاقرباء ديالكم. السلام عليكم مشاهدين جورنال اصوات، معك مصعب التازي ابن الدكتور التازي ومدير عند الدكتور التازي ورئيس المشروع حياة سونتي اللي هو تطبيق اسعافي وميديكال في الدار البيضاء والمغرب. نهار السبت كان واحد البرنامج الاس او اس كوفيد في ادوميسيل في المنزل، يعني لوسبيتاليزاسيون ديال المريض ديال الكورونا في الدار، والطبيب بطبيعة الحال غيكون في المنزل ومكلف بالمريض وتعطيه الدواء ولا النيسيسيتي ديالو باش كيبرا ان شاء الله باذن الله. دونك هذا البرنامج كان فيه جميع لي زانترفونون اللي مكونسيرنين في هادشي ديال الكوفيد حاليا، ومنهم انا اللي دويت على حياة سونتي والتطبيق والمفعول ديالو في هذا الوباء. كان هو برنامج تستافد بزاف المغاربه، لان هذا المشروع ديال اس او اس كوفيد هو مشروع اونيك وليس موجود في اي دوله، وهو هو الترناتيف اللي رخص واحسن، لان تتبقى في المنزل ديالك ومع لو كونفور ديالك كيف تيقولوا، وكتبقى متريتي مزيان، تقدر دير الاكسجين يجي عندك حتى للدار، لا بريزون شارج كلها كتكون في الدار، وما تيكونش داك المشكل اللي كتقدر تلقى اليوم فين ما كاينش فين تنعس في بيت الانعاش في البيت العادي ولا السوا انتونسيف. دونك هذا هو اللي كان لوبجيكتيف ديال هذا البرنامج، وكان استفاد بزاف ديال الناس، منهم الاطباء والبيرسونيل ميديكال ولي باسيون وجميع المغاربه مع الوباء بطبيعة الحال. ان شاء الله ان شاء الله هادشي اللي تنتمناو، نتمناو هذا المشروع هذا يوافق المغاربه ويعاوننا نضاربوا مع هذا الكوفيد هذا ونربحوه ان شاء الله. الى عجبك الفيديو خلينا اعجاب وتعليق، دير ابوني وفعل الجرس باش يوصلك كاع الجديد ديالنا، وما تنساش تتابعنا على جميع مواقع التواصل الاجتماعي.